السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في حلقة النهاردة هنقدر نعرف مع بعض ازاي تقدر تعمل سوفت وير للشاشات الصيني. اغلب الشاشات زي الترومان، زي الجاك، زي السيمفوني، زي الالترا، زي هوهو، زي يونيون اير، اغلب الشاشات الصيني بتعتمد على البوردة. يعني حضرتك تقدر تلاقي كذا شاشة مختلفين عن بعض باسامي مختلفة، بس البوردة واحدة والاسم اللي عليها مجرد هو علامة تجارية. لكن النهاردة خليك تجيب سوفت وير الشاشة بطريقة سهلة جدا. اول حاجة علشان نبسط الموضوع على نفسنا ونسهل الامور، هنفتح الشاشة، هنروح هنفتح ظهر الشاشة ونشوف البوردة مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل بوردة اغلب الشاشات الصيني. هندور هنا في البوردة نفسها على حاجة اسمها رقم البوردة. زي ما حضراتكم هتشوفوه حالا في الصورة، ده رقم البوردة. رقم البوردة ده هنجيب بيه السوفت وير الخاص بالبوردة، مش الخاص باسم الشاشة. يعني ما روحش جوجل واكتب سوفت وير شاشة سيمفوني، مفيش الكلام ده، ما ينفعش. لا، حضرتك هتفتح الشاشة وتسهل الامور على نفسك وتجيب رقم البوردة وهتعمل اللي احنا هنعمله في الفيديو ده. بعد ما جبت رقم البوردة، لو عايز تقفل الشاشة قفلها، مفيش اي مشاكل. يلا بينا نروح على الكمبيوتر علشان نعرف نجيب السوفت وير ازاي. اهم حاجة ان انت تكون نقلت رقم البوردة بشكل صحيح. بعد كده هنروح على جهاز الكمبيوتر وهنفتح اي متصفح، مفيش اي مشاكل زي ما حضراتكم شايفين. هنفتح اي متصفح وهنخش على جوجل. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ نكتب جوجل علشان نقدر نعمل بحث على السوفت وير. وحضرتك ركز في الخطوات الجاية علشان اهم نقطة اللي احنا هنكتبها في جوجل او هنقدر نجيب السوفت وير علشان هنحتاج رقم البوردة. هنكتب هنا في جوجل في خانة البحث بتاعت جوجل، هنبدأ نكتب الرقم اللي احنا نقلناه من على البوردة، رقم البوردة، تمام؟ وبعد ما نكتب الرقم زي ما حضراتكم شايفين هنكتب كلمة سوفت وير. يعني حضرتك هتكتب الرقم بنفس الشكل اللي حضرتك شايفه ده كده، ده الرقم اللي احنا كنا لسه بننقله من على البوردة، تمام؟ هنبدأ نكتب الرقم ده كده، وبعديه كده باللغة العربية عادي مفيش اي مشكلة، او بالانجليزي مش هتفرق، بس اهم حاجة ان انت تقدر تكتبها بالعربي يكون افضل. هنكتب كلمة سوفت وير وهندوس على خانة بحث. زي ما حضراتكم شايفين دخلكم هنا في مواقع كتير تحمل السوفت وير او عليها السوفت وير. حضرتك تقدر تخش على اي موقع من المواقع دي وتحمل نفس السوفت وير الخاص بالبوردة، رقم البوردة. حضرتك لو كنت دخلت كتبت اسم الشاشة وجنبها سوفت وير، مش هيديك نتيجة يعني فعلية او تقدر تحقق بيها حاجة، كنت يعني هتدوخ شوية. لكن الطريقة دي احنا فتحنا الشاشة وكتبنا رقم البوردة بحيث نسهل الامور على نفسنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا محمل السوفت وير قبل كده، هفك الضغط بتاعه عادي خالص وهيتفك، وطبعا الملف يعني بياخد الى بعض الوقت بحيث ان الملف اصلا مساحته تتعدى 500 ميجا، ملف السوفت وير يتعدى مساحته 500 ميجا. هنفك الضغط طبعا وهيبقى الشكل زي ما حضراتكم شايفينه، شكل الملف اللي احنا استخرجناه بالشكل ده، فولدر كده وجواه الملف اللي حضراتكم شايفينه بالشكل ده، ده الملف الخاص بالسوفت وير بنفس رقم البوردة. كده هنروح لتاني خطوة معانا النهاردة في تحميل السوفت وير للشاشات. هنحتاج طبعا نحمل الملف ده على الفلاشة. بعد كده هحط الفلاشة في الكمبيوتر ولازم تعمل لها عملية فورمات. الفلاشة زي ما حضراتكم شايفين وفات 32 وهدوس ستارت، هيجيب لي الرسالة دي وهدوس له اوكي. كده الرسالة هتتفرمط حالا، كده اتفرمطت وهدوس اوكي على الرسالة اللي ظهرت. بعد كده على الملف وهدوس كليك يمين على كلمة سنتي تو، وبعد كده هدوس على نونيم اللي هي الفلاشة بتاعتي. هيبدأ طبعا يعمل عملية ارسال الملف على الفلاشة، بس هو هياخد معاك وقت شوية. ليه؟ لان الملف حوالي 520 او 580 ميجا زي ما قلت لحضراتكم كذا مرة في الفيديو. طبعا الطريقة دي بتنفع على شاشات كتير جدا، يعني زي الجاك، زي الهوهو، زي
السيمفوني، زي الاي تي اي، زي الجروهي. اغلب الشاشات الصيني اللي موجودة في مصر تقدر تعملها بنفس الطريقة. طبعا بحاول اجري عملية نقل الملف على الفلاشة في الفيديو بحيث ان الفيديو ما يكونش طويل، مدته طويلة مع حضراتكم. طبعا الملف كده اتنقل معانا على الفلاشة بكل سهولة، ولحد دلوقتي مفيش اي مشكلة الحمد لله. هنروح على اهم جزء في الموضوع كله كده. انا معايا الملف على الفلاشة برقم البوردة والدنيا معايا تمام، مفيش اي مشاكل. هاخد بقى الفلاشة وهروح هحط الفلاشة في ظهر الشاشة زي ما حضراتكم هتشوفوا حالا. طبعا هنيجي لأهم جزء بقى في الموضوع كله. زي ما حضراتكم شايفين انا ركبت الفلاشة في الشاشة في اليو اس بي بتاعت الشاشة تمام. هنبدأ نعمل عملية بسيطة جدا بحيث ان هو يقبل مع حضرتك السوفت وير. هتيجي قبل ما تركب الفيشة بتاعت الشاشة عندك في بريستات اللي هي الزراير اللي في الجنب بتاع الشاشة في الجنب تحت ايا كان، هتدوس زرار اللي بيقفل تمام، اللي بيقفل ويفتح مع الزرار اللي بيعلي الصوت الاتنين مع بعض، وحط الفيشة. طبعا زي ما حضرتك شايف السوفت وير قبل معايا على الشاشة بالطريقة سهلة جدا، يعني أنا كده التلفزيون بيحمل السوفت طبعا وير. هننتظر عملية تحميل السوفت وير. طبعا هي ما بتطولش عامة، بس سيب لها وقتها، يعني بمعنى صح ما تستعجلش عليها. خلاص انت التلفزيون قبل معاك، خلاص استنى بقى الرقم ده هتلاقيه بيجري معاك برضك، يعني بسرعة شوية مش بطيء خالص، يعني هي ما بتاخدش وقت تقريبا. انا بحاول اجريها لحضراتكم بحيث مدة الفيديو ما تكونش طبعا طويلة. هيحمل معانا السوفت وير وهنروح نشوف الدنيا فيها ايه. بس هي العملية دي انا مش عايز اجري فيها حاجة بصراحة، بحيث ان كل حاجة تكون واضحة قدام حضراتكم. 55% و66% طبعا، وهيكمل المرحلة الجاية تقريبا، يعني هيعد بسرعة شوية. هننتظر طبعا تحميل السوفت وير. بحاول طبعا يكون مدة الفيديو قصيرة، طبعا جريت سنة صغيرة من التحميل بتاع السوفت وير. طبعا وصل معايا لحد 100%. التلفزيون هيقفل، حضرتك هتدوس على الزرار بتاع الستاند باي، التلفزيون يبدأ يفتح معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. هيبدأ يفتح عادي مفيش اي مشكلة، ويبدأ كمان يعمل الاعدادات بتاعته. بعد تحميل السوفت وير طبعا هننتظر مدة لا تقل عن دقيقة تقريبا في الاعدادات بتاعت التلفزيون، ان هو لسه بيفتح بعد تحميل السوفت وير. هيبدأ يفتح معايا مفيش اي مشكلة خالص، وهيجيب لي كمان الشاشة بكل اعداداتها زي طبعا كده. كل حاجة اشتغلت معايا والشاشة فتحت معايا والاعدادات كمان اشتغلت، وطبعا التطبيقات بتاعت الشاشة كمان هي موجودة معايا مفيش اي مشكلة خالص من سيستم الجهاز نفسه، فكل حاجة شغالة معايا طبيعية. المشكلة الوحيدة اللي هتقابل حضرتك بعد تحميل السوفت وير ان الريموت الاصلي بتاع الشاشة مش هيشتغل معاك، فبالتالي انت بتغيره لريموت سامسونج. فبتيجي كمان تجيب ملف بنفس الطريقة اللي حضرتك جبت بيها السوفت وير، بتكتب رقم البوردة على جوجل، بس بتكتب بعدها من السوفت وير بتكتب ريموت، بتحمل الملف ده هو بالظبط كده، بتحمل الملف ده على الفلاشة. بس بتحمله ازاي؟ بعد ما بتفك ضغطه وبردك نفس الكلام، هتفتح الفولدر وهتلاقي كلمة ريموت، عندك سامسونج وعندك سوني. هتيجي هتخش على سامسونج، طبعا مش هتاخد الملف اللي حضرتك شايفه ده، لا هتفتح الملف وهتاخد الفولدر اللي جواه ده. هو الفولدر ده حضرتك هتاخده على الفلاشة، برضو هتفرمطها، تشيل من عليها السوفت وير اللي كان موجود اللي عملت بيه الشاشة الاول، وبعد كده هتنقل برضو الملف ده بعد تحميله على الفلاشة. بعد كده هناخد الفلاشة برضك وهنروح نحطها في اليو اس بي بتاعت الشاشة. بعد كده بس المرة دي مش هنحط اليو اس بي والشاشة مقفولة، لا، علشان يسحب معاك ملف الريموت يقدر يشتغل معاك تمام ومفيش اي مشكلة. خلي الشاشة شغالة زي ما حضرتك شايف كده بالظبط في الفيديو، وهتحط الفلاشة، هيبدأ يسحب منك الملف، وبالتالي مبروك عليك الشاشة واشتغلت معاك تمام ومفيش اي مشكلة خلص. بس كده دي كانت طريقة تحميل السوفت وير للشاشات الصيني الموجودة كلها في مصر. بس واي استفسار تحت امرك سيبه في تقسيب تعليق وانا هرد على حضرتك. سلام عليكم.